نزول على ارض الملعب لسلمى سعد صغيره السن كبيره القيمه في التشكيله الاهلاويه وبتاخد ثقه وعين الكابتن حمدي صافي. كوره حولت هنا مع الدوران بقت في الاوبوزيتس. كوره جوه شوف ضربت لكن الديفنس الاهلاوي عالي عالي عالي. اتحولت مع الدوران موجوده في الاوبوزيت في اثنين هي لاعبه عصراء تقيله. اتحدث عن كاتانيا مدينة الكوبيه السمراء اللي موجوده في التشكيله السكندريه لكن الديفنس رائع والضرب باتقان وتقنيه عاليه علشان تبقى قضيه جديده قصيه جديده في الملعب السكندري. 5-4 الافضليه الاهلاويه استقبال امامنا.